صار عندنا كسر في الجير بوكس، انكسر عندنا الجير بوكس في المرحلة الرابعة. حاولنا نكمل، خلصنا الرابعة والخامسة، والمرحلة السادسة اضطرينا نوقف. عملنا سوبر رالي وجيت اليوم اكمل حق نغاط بطولة الشرق الاوسط، حاليا وصيف بطولة الشرق الاوسط. اهم شيء عندي نغاط البطولة، ان شاء الله نعوضها في الاردن باذن الله. بحاول بعد قبل الاردن عندنا الارجنتين، راح اروح الارجنتين استفيد خبرة واتعلم. إن شاء الله نجي الأردن جاهزين إن شاء الله.